وطبعا كل الكلام ده طبعا يعني مردود عليه يعني، لكن انا هعمل كل ده واروح عشان اصلي وارجع، ايه الثمرة؟ يعني ايه الثمرات اللي هاخدها؟ أولا هو أول ثمرة أنه عبد لله ومأمور بأمر سيده وخالقه. الله. السيد أمرني، سيدي أمرني، خلاص. وسيدي يناديني، يعني أمرني ويناديني ثم يجزل لي العطاء. الله الله. وقالوا إن صلاة الفجر هي ميزان اليوم. إزاي بقى؟ قال لك إذا انضبطت أنت مع صلاة الفجر تنضبط معك كل الصلوات بقية اليوم، كما أن صلاة الجمعة ميزان الأسبوع، وأن شهر رمضان ميزان العام، الله. وأن الحج ميزان العمر. الله أكبر. لا تاني بقى، يعني ميزان صلاة اليوم صلاة الفجر. الفجر. طيب يعني ميزان اليوم يتوازن معك اليوم كله بعد ذلك، ينضبط. لأن بداية صحيحة. بركة. هي كده. بركة. وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع. أسبوع. وشهر رمضان ميزان العام. والحج ميزان العمر. سبحان الله. فتتزن الامور دي، لان نحن نتكلم في ادنى في الفريضه فقط. الفريضه فقط، احنا لما تكلمنا في شيء لسه، احنا لسه ده احنا عشان نقول ان هذا الصلاة الان عندما نقدم عريسا لاسره وعايزين نزكيه يقولوا يصلي الفجر. حاضر. الله. امال عايز يصلي الفجر ايه؟ بيت. يعني الله، يعني اصبح وكانها فضيله، كانها فضيله. الله بيصلي عادي. الله. زي ما بقول ايه، تقول تخيل ان الشيخ وايدي يتنفس وياكل ويشرب. الله. طب ما هو كائن حي. الله ينور عليه. الله. طب كائن حي. طب فلان يصلي الصبح. طب بعدين هذا المبتدا، اين الخبر؟ الجمله مبتدا او خبر؟ الجمله ناقصه. طب وبعدين انت عايز تقول ايه؟ سبحان الله. يعني ايه المعلومه اللي عايز توصلها لي يعني؟ طب بعدين اقول لك يصلي الفجر. طب وايه النتيجه؟ لم افهم. انا ادعي عدم الفهم. انا كده. انا كده. فقضية صلاة، لماذا صلاة الفجر؟ لان تخيل ان يبدأ اليوم بطاعة. مادام انا بدأت اليوم بطاعة، كتبتني الملائكة، وقعت ملائكة الليل انني ختمت ليلتي بصلاة، ووقعت ملائكة النهار انها بدأت يومي بصلاة. الله الله. بالذات صلاة الفجر دي ختام الدايم. اللي هي تسليم الوردية. الله. تسليم الوردية اللي قال عليها الدكتور صلاح، اللي هي ايه؟ سلم واستلم. بس هما الاثنين ده الشيخ ده انهى ليله بصلاة الصبح، صلاة الفجر. وبعدين تاني يقول وبدأ يومه وكأنها كتبت مرتان. هذا من كرم الله. ولذلك ربنا اقسم بقى لما قال والفجر. نعم. يعني هنا القسم اهو. بلا شك. والفجر. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أكرم العبد بهذا الأمر، تخيل ان يوم المؤمن يجب ان يبدا بالفجر. وذلك لا ثمر بعد العشاء. يعني لا ثمر، خلاص خلص يوم. انت قاعد تعمل ايه؟ ما تقعدش يعني خلاص انتهى الموضوع. خلص الموضوع وقت ايه؟ بلاش نوم الظالم عباده، ونحن من الظلمه. نام احسن. خلاص لو قعد يا اما يغتاب، يا نوم يتفرج على التلفزيون. لا يا عم يا ريت ايه؟ لم الدور ونام. لم الدور ونام عشان مش ناقصين احنا، واخد بالك انت؟ فيبدا يوم، واللي هينضبط مع هذا، مع ان يبدا بالفجر وينتهي بالعشاء، يبقى المؤمن لا يزال لسانك رطب بذكر الله. من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. وبعدين يهتن في الفقر. الله. صلاة الفجر. في الفجر. طب ايه العلاقة؟ اقول لك العباد كلهم مؤمنهم وطائعهم يرزق. هذا تكفل الله برزق العباد. بالمؤمن وغير المؤمن. بالصالح والطالح. لكن الفرق في مصلي الفجر في وقته ان يبارك له في رزقه. يبارك له في رزقه. سبحان الله. سبحان الله. المهمة. لان انا يعني احمد الذي يصلي الفجر في وقته يرزق. ومايكل الذي لا يؤمن بالله يرزق. ولكن احمد عندما يصلي الفجر في وقته توضع البركه في الرزق. البركه اللي هي الزياده والنماء. وايه؟ والعشره تكفي ما لا تكفيها الالف. والالف تسحب منها البركه فلا تصير عشره. يا ربي. وفي معنى اخونا الشيخ وجدي الله يجزيه الخير قبل كده اشار اليها، ان الرزق ده الناس بتفهم انه فلوس. لا ده الرزق ده سعه قلب وحب وعطاء والناس يعني الله. وتوفيق ونجاح والاولاد والزوجه. يعني الرزق ده بيبقى منح انواع الرزق. نعم. لانه عندما يطيع ربه يطوع الله له كل مخلوقاته. نعم. ابن عباس لما لقي الناس خايفه كده قال ما لكم؟ قالوا أسد خرج من البراري ووصل المدينة. سبحان الله.
كنا خايفين يطلعوا في صلاة العصر، كل واحد فاتح بابه ومنتظر أن أسد. أسد الله. أين هو؟ قالوا في هذا الشارع. قال فسار إليه بخطى ثابتة. الله أكبر الله أكبر. وقال له كلمتين. سبحان الله. الأسد للخلف ودور وعاد إلى الصحراء. قال ابن عباس ماذا قلت له؟ قال قلت له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلتعد من المكان الذي جئت منه. قال ابن عباس عجبا، وكيف فهم منك؟ قال نحن قوم خفنا من الله، نحن خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. الله. ونحن قوم أطعنا الله فطوع الله لنا المخلوقات. الله أكبر. وألنا له الحديد. هي كده هي كده. الحديد يليل. ليه ليه؟ نعم. لأنه ألان قسوة قساوة قلبه. نعم. فلين له الحديد. نعم. ولما قسوة القلب سبحان الله. سيدنا علي له جملة عجيبة. يقول غرس الزهد بقلبي شجرة. الزهد عمل ايه؟ شجرة. ثم نحى بعد جهد حجرة. قساوة القلب ابعتها عنه. وسقاها اثر ما اودعها دمع العين بدمع فجرة. لما بكى وبخشة من الله وقيام الليل وصلاة الفجر في وقتها سقى هذه الشجرة. واذا ما رأى طيرا مفسدا عجب رياء كده حائما حول حماها زجرة. يا سلام. نمت في ظل ظليل تحتها روح القلب ونحى ضجرة ثم بايعت إلهي بعدها وكذا بايعت رضوان تحت الشجرة. الله صلى على الحديبية. الله بسم الله ما شاء الله. ربنا يفتح عليك يا رب. جميل جميل. يعني فعلا ثمرات كبيرة والله. ثمرات كبيرة. الإنسان يعني يسعد بهذه الصلاة الربانية اللي انت يعني قائم لها مخصوص فعلا. مش ادخل يا شيخ ودي في قضية عبادة لنا. عبادا لنا. ثاني قال ايه؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. ليه؟ لأن في عبد عباده وفي استاذ لا افر مساله. اول رئيس وزراء لاسرائيل قاتلهم الله اجمعين ينشئ تقريرا جديدا، تقرير جديد لا بد ان ياتيني كل اسبوع من العواصم الكبرى في العالم العربي والاسلامي عدد مصلي الفجر سبحان الله مقارنة بعدد مصلي الجمعة. وكان مذهب شامير وليس شارون اسحاق شامير يقول لا تزال إسرائيل بأمن ما دام مصلي الفجر أقل من مصلي الجمعة. سبحان الله. إذا كلام غريب. هذا بس كلام صح الحقيقة. نعم.